بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم في كل وقت وحين، اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين، وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم، فكيف كان نكير. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العظيم. لقد عانى سيدنا موسى كثيرا من بني إسرائيل. واجه سيدنا موسى ظلمهم وكفرهم وثنيتهم وعدم شكرهم لله تعالى على عظيم نعمائه عليهم. بعد ما ربنا سبحانه وتعالى أنقذهم من فرعون وجند فرعون، وعبروا البحر وشافوا غرق فرعون وجند فرعون أمام أعينهم، وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، ما فيش لسه خطوات بسيطة مشيوها إلا وشافوا أقوام يعكفون على أصنام لهم، فراحوا قايلين لسيدنا موسى قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. يعني حتى وثنية سريعة جدا، بعد شوية زجرهم سيدنا موسى واتهمهم بأنهم أهل جهل، لأن رب العالمين سبحانه وتعالى أنقذهم وأهلك عدوهم، وده الشكر اللي المفروض يعقب هذا النصر العظيم. بعد أن زجرهم ومشوا مع سيدنا موسى بدأوا بقى سلسلة الطلبات، إحنا عطشانين إحنا ونسائنا وأولادنا، فاستسقى سيدنا موسى ربه وطلب ليهم الماء، وفعلا انفجرت الـ 12 عين لكل سبط منهم عين خاصة بيه عشان ما يختلفوش. بعد شوية الجو حر والشمس شديدة في صحراء سيناء فأضلتهم هذه الظل أو هذه الغمامة، السحابة العظيمة اللي كانت بتمشي معاهم منتهى التدليل كان لبني إسرائيل. شوية احنا جعانين والزاد معانا ما كانش كتير، فيا موسى نريد ان احنا نأكل وتأكل نسائنا وأطفالنا. فربنا سبحانه وتعالى أرسل لهم الطائر الطيب، طائر السلوى، وأرسل لهم كمان المن الحلوى، طائر السلوى الذي قيل إنه هو طائر السمان، ولدرجة من كتره كان بيفترش على الأرض، كل واحد منهم ياخد اللي عايزه. وفي الأشجار الجبلية في سينائنا المباركة المصرية بدأت الأشجار دي على أوراقها تأتيهم أقراص العسل، فأطعمهم الله المن الحلوى وأطعمهم كذلك اللحوم السلوى. بعد كده ما عجبهمش الأكل فبدأوا يقولوا لسيدنا موسى
يعني احنا عايزين حاجة، احنا مش هناكل غير الأكل ده بس، عايزين فومها وعدسها وبصلها. وبعدين تعجب قال لهم أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، مش عاجبكم ده، عايزين بقى أنه تنبت في الصحراء هذه المأكولات اللي اعتادوا عليها في مصر. فقال لهم ارجعوا اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. خلاص ارجعوا تاني. عدم شكر، عدم جحود بالنعمة، إصرار على الكفر، عدم بصيرة بنعم الله سبحانه وتعالى عليهم. وسيدنا موسى كان يعلم ذلك، إن قلة جدا من بني إسرائيل التي كانت على الإيمان الصادق، وكثير منهم كان الإيمان حتى لم يخالط قلوبهم. بعد كفاح طويل معاهم من سيدنا موسى في هذه الرحلة العجيبة في سينائنا المصرية المباركة، استقر بقى بهم المقام، استقر المقام ببني إسرائيل بين الظل الوارف، السحابة اللي بتظللهم، والطعام الشهي والماء العذب. وحان بقى موعد سيدنا أو ذهاب سيدنا موسى عليه السلام للقاء ربه جل جلاله. وكان ربنا سبحانه وتعالى أوصى موسى عليه السلام إنه يصعد إلى الجبل ويمكث في حوالي 30 ليلة للتعبد، يصوم بقى ويتعبد كل شيء، حتى إذا أتمها أعطاه الله تعالى ألواحا وكتب له فيها الوصايا اللي يأخذ بيها بنو إسرائيل أنفسهم، يعني يستقيموا عليها، ياخدوا أنفسهم بهذه المبادئ والوصايا وذريتهم كمان من بعدهم يعيشوا بهذه الوصايا الربانية ويستقيموا عليها، لأنه فيها السعادة الحقيقية ليهم في الدارين. وكمان كان سيدنا موسى عليه السلام وعد بني إسرائيل وهم بمصر قبل ما يعبروا بقى البحر الأحمر ويدخلوا صحراء سيناء المباركة، إنه إن أهلك الله فرعون، جاءهم موسى عليه السلام بكتاب من الله تعالى فيه أوامر ربانية. الأوامر الربانية دي اللي توجههم بقى في الدنيا بتاعتهم إلى ما يأتون ويفعلون وإلى ما يدرون ويتركون، يعني الكتاب ده اللي يبين ليهم إيه الحلال فيعملوه وإيه الحرام فيتركوه ويبعدوا عنه. وعشان يتسلم سيدنا موسى، وطبعا ده شرف كبير، شرف إنه تأتي أي أمة كتاب سماوي كلام الله، فشرف كان كبير جدا لبني إسرائيل. عشان كده وعدهم ده العلم، وأي علم؟ علم إلهي نوراني. عشان كمان يتسلم سيدنا موسى الألواح دي اللي فيها خيري الدنيا والآخرة لمن اتبعها من بني إسرائيل، أمر الله تعالى سيدنا موسى إنه يتعبد الشهر ده وينفرد فيه بالعبادة والصيام، يتعبد ويصوم 30 يوم. 30 يوم دول كانوا هما من شهر ذي القعدة، الأشهر الحرم. احنا عارفين شهر ذو الحجة وقبليه ذو القعدة وبعديه المحرم، دول الثلاثة الحرم اللي بيجوا ورا بعض. وإحنا دلوقتي شهر الله الرجب اللي هو الرابع، الشهر الرابع في الأشهر الحرم. فالوقت ده اللي صاموا سيدنا موسى عليه السلام كان شهر ذو القعدة. فلما أتم 30 يوم صيام وعبادة وتبتل، فمن الصيام هو كان أحد العبادات اللي بيعملها سيدنا موسى، بيستعد بالعبادات عشان الترقي ده للقاء العظيم ده. فسيدنا موسى أنكر خلوف فمه، يعني هو اتغيرت ريحة فم سيدنا موسى من الصيام، فتسوك سيدنا موسى ببعض النباتات اللي هي تحسن شوية من رائحة فمه. فأوحى الله تعالى إليه معلما وموجها: أما علمت يا موسى أن خلوف فم الصائم أطيب عندي من ريح المسك؟ فأمروا ربنا سبحانه وتعالى أن يزيد على 30 يوم اللي تعبدهم وصمهم، يزيد عليهم تعبد وصيام 10 أيام كمان، كانوا 10 بتوع ذي الحجة. وكلم بعد كده ربنا سبحانه وتعالى سيدنا موسى في صبيحة اللي هو يوم 10. ربما يسأل سائل، هو هل كان يعني انه سيدنا موسى عليه السلام بيمتنع، يعني بيمتنع عن الشراب والطعام في صومه؟ نعم، كان يمتنع صيام
سيدنا موسى يمتنع فيه عن الطعام والشراب، وحتى اليهود لغاية دلوقتي بيمتنعوا عن الطعام والشراب والجنس في يوم الصوم وغيرها من المحظورات في الشريعة اليهودية. وصدق الله العظيم حينما أمر المسلمين بالصيام فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فسيدنا موسى كان بيمتنع عن الطعام والشراب، وكذلك يتفعل يهود إلى الآن. لقد تعبد سيدنا موسى عليه السلام 30 يوم من شهر ذو القعدة، وزاد بأمر الله عليهم 10 أيام أخرى من شهر ذي الحجة، كما قال الله تعالى: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. كل ده استعداد للقاء الله تعالى ولتسلم الألواح اللي هتبقى فيها التوراة. وبعد ما خلص المدة 40، يعني كان كلام الله تعالى لموسى أو لسيدنا موسى غداة النحر اللي هو يوم العيد الكبير عندنا، ده اليوم اللي كلم الله تعالى فيه سيدنا موسى غداة النحر، يعني حين فدى الله تعالى إسماعيل من الذبح بكبش عظيم في ذلك اليوم. هو اليوم اللي كلم فيه سيدنا موسى ربه، كان أتم 40 يوم عبادة أو 40 ليلة عبادة وتبتل، من ضمنها كان الصيام، وبدأ ليتسلم ألواح التوراة فيما يوافق عندنا العيد الكبير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين صلاة تامة كاملة. لما أتم نبي الله موسى عليه السلام تعبده 40 ليلة واتجه للقاء ربه، سيدنا موسى أخبر سيدنا هارون وقال له: إني ذاهب إلى لقاء ربي يا هارون لموعد ضربه لي، الموعد المحدد، كي أتلقى منه سبحانه وتعالى ألواح التوراة، وده شرف كبير. قال الله تعالى: وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. كأن سيدنا موسى عليه السلام بيشير في هذا التوجيه لأخيه هارون إن عندك مفسدين، خلي بالك، وده طبيعي، ده بعد ما ربنا أنقذهم عايزين يعبدوا عجل وعايزين إله زي ما التانيين لهم آلهة وطلبات وجحود ونكران، فلازم سيدنا موسى يوصي لأنه خايف على إن هؤلاء يرتدوا عن الحق. وكلف ربنا سبحانه وتعالى سيدنا موسى إنه يختار من قومه بني إسرائيل 70 رجل من أصلح القوم وأشدهم طاعة لله تعالى ولرسوله موسى عليه السلام، عشان يروحوا معاه ويرافقوه إلى موعده مع ربه فوق الجبل، جبل الطور بسينائنا المصرية المباركة. فاختار سيدنا موسى عليه السلام من كل قبيلة ومن كل سبط خيرهم وإرشدهم وأحسنهم وأكثرهم نضجا وصلاحا وإيمانا اللي تسموا النقباء، وأمرهم سيدنا موسى أنهم يتطهروا وأنهم يصوموا وأنهم يعبدوا عشان استعدادا لهذا اللقاء العظيم. وخرج بهم سيدنا موسى إلى طور سيناء المصرية المباركة لميقات ربه، أي إلى مكان وموعد اللقاء النوراني بين سيدنا موسى وربه سبحانه وتعالى. لكن كان شوق سيدنا موسى إلى لقاء ربه يعصف به، فكان سيدنا موسى يسير سريع الخطى، أسرع الخطى بشدة، ولم يستطع قومه اللحاق به، فسبقهم سيدنا موسى إلى جبل الطور بسينائنا المباركة، سبق قومه شوقا إلى سماع كلام ربه، فأسرع الخطى وأسرع الخطى نبي الله موسى عليه السلام، وكأنه ساعتها شاب في 30 من عمره، برغم أنه كان في الوقت ده كبير جدا في السن، إلا إن حلاوة اللقاء التي كان يترقبها موسى عليه السلام أنسته 70 من قومه الذين يسيرون معه. فكان العتاب الإلهي لسيدنا موسى عليه السلام حين بلغ الجبل وحده دون قومه
وما أعجلك عن قومك يا موسى. صدق الله العظيم. أهلا بكل مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناتنا قناة أن، ومشاهدي القناة الأولى المصرية، ومشاهدي الفضائية المصرية. أهلا وسهلا بكل مشاهدينا الكرام في كل مكان. نذكر سريعا بصفحتنا، الصفحة الرسمية لبرنامج قلوب عامرة مع الدكتورة ندي عمارة. بنستلم الأسئلة الخاصة بحضراتكم، بنجيب عنها في اليوم المخصص للرد على أسئلة حضراتكم. إحنا بنلتقي بحضراتكم من السبت إلى الأربعاء، من السبت للثلاث بنكون في رحاب التفسير الموضوعي لصور القرآن الكريم، وفي شريف استقبال أسئلة حضراتكم على الهواء مباشرة قدر الطاقة، بحاول أجاوب على أغلبها في ذات الحلقة. ويوم الأربعاء هو اليوم المخصص للرد على الأسئلة الخاصة بحضراتكم اللي بتفد على صفحتنا، الصفحة الرسمية للبرنامج. وبنعرض كمان يوم الأربع فقرتنا المباركة، فقرة كتاب قلوب عامرة برواية حفص عن عاصم بقصر المنفصل. ونبتدي ناخد أول سؤال معانا النهاردة. أستاذة نغم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ازاي حضرتك، عاملة ايه؟ الحمد لله يا أستاذة نغم، بخير دايما. انا عارفه عن الازعاج. ابدا، اسعدتينا يا فندم، ربنا يخليك. اتفضل. في سورة المنافقون، أيوة. وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول ربي لولا اخرتني الى اجل قريب فاتصدق. ليه ذكر الصدقة ما ذكرش لا صلاة ولا زكاة ولا صوم؟ حاضر. في سورة التشهد، في التشهد ثانية واحدة، انت عايزة تقولي هو ليه ذكر في سياق الآية الصدقة دون باقي التكاليف الشرعية؟ بالضبط. طيب السؤال الثاني، التشهد بنقول السلام على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، ليه سيدنا إبراهيم بالذات بعد سيدنا محمد؟ حاضر. والسؤال الأخير، حضرتك قلتي الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. احنا قلنا كلام جمهور الفقهاء، ليس قولي قول جمهور الفقهاء. جمهور الفقهاء. نعم. في شيخ قال ان الصلاة الوسطى هي صلاة الفجر، لان نعم. قرآن الفجر كان مشهودا. هناك اقوال عدة، لكن احنا نقلنا رأي جمهور الفقهاء وذكرنا، أيوة، انه لها اكثر. نعم. العصر، لانه المسألة ايات القرآن بيجتهد فيها المفسرون. أيوة. بيجتهد، أيوة. اهل التفسير والفهم، وتظل هذه المعاني النورانية يعني ربنا بيفتح بها على فريق، وبيفتح بها على مجموعة، وبيفتح على كل مجموعة بفتح دون آخر، وقد يكون مقصود كل هذه المعاني صاحبة السؤال. تمام. في حاجة تانية كنت أسألي حاجة عن الصلاة الوسطى أنت؟ طيب أستاذة أسماء، عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بسمعك يا دكتورة، أنا رحت عمرة لأول مرة. أيوة. وانا اول ما شفت الكعبه كان في ان انا عيطت وكده، لكن إيه؟ لما دخلت الروضه ده اول ما شفت الكعبه بكيت يعني. نعم. لكن لما دخلت الروضه كان معظم الناس اللي حواليا بيبكوا، بس انا لا، يعني ما فيش ان هو البكا والعياط يعني كنت بدعي وصليت وكده، بس بالرهبه ان انا كنت جنب قبر الرسول، يعني انا كنت بصلي بس ما كنتش عارفه انا بقول ايه، وكنت ما اعرفش انا سجدت كام سجده او ركعت كام ركعه، مش فاكره. الدنيا كانت زحمه معاكي جوه؟ أوه. ولا كانت ايه؟ كانت زحمه جوه في الروضه. كانت زحمه. ايوه. بس انا يعني ليه ما بكتش زي الناس اللي كانت بتبكي حواليا او كده؟ حاضر. وبعدين انا رحت من غير محرم، فهو دوت حرام او احنا جاوبنا على السؤال ده كتير قوي يا اسماء، انت مش متابعانا ولا ايه؟ حاضر، شكرا. ست ام كريم، يا ست ام كريم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة السلام الله. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا. أهلا يا ست أم كريم، أنت سمعاني ولا لا؟ يمكن سمعاني؟ سمعاني؟ تسنيم. طب اتفضلي بس قولي السؤال، اتفضلي بالسؤال. بقول لحضرتك يا دكتورة، أنا دلوقتي أختي كنت بكلمها عادي وكده، ففجأة لقيتها حلفت عليا يمين، قالت لي أقسم بالله العلي العظيم ما عندي مكلمتي تاني، وبقالي دلوقتي 6 شهور أنا ما بكلمهاش، فأنا مش عارفة أعمل إيه. يعني هي أقسمت إن هي اللي ما تكلمكيش ولا أنت اللي ما تكلميهاش؟ لا، قالت لي مش هكلمك تاني. طيب. فأنا جيت تعيت وتعبت وحصل لي ظروف، وأنت ما حاولتيش في الوقت ده تكلميها؟ لا لا، ما كلمتهاش بصراحة. حاولت تتصل من طريقة عن أختي وتطمن عليا، وأنا كنت عيانة تعب يومي جدا،
وما كلمتنيش ولا اتصلت بيا ولا قالت لي عم حكي ما انت بتقولي انها حاولت. هي كلمت اختي. ايوه تسال عنك. اه بس ما كلمتنيش انا خالص ولا سالت عني. ما انتوا لازم تقعدوا مع بعض تشوفوا ايه المشكله. لا وبعدين احنا مش صغيرين، احنا كبار في السن يعني، هي حاجه و50 وانا حاجه و50 برضو زيها. ماشي وهي من صغرها وهي على كده. طيب انا اللي ببدا بالكلام. انت متعصبه، انت متعصبه، اهدي شوي. انا بقول لك لازم تتكلموا وتقعدوا مع بعض تسمعوا بعض. ما هي في بلد وانا في بلد. طيب اتكلموا بالتليفونات، يعني من قله التليفونات ما تتكلموا تشوفوا انتوا زعلانين. بتقولي لي لا مش لا لازم تتكلموا عشان تعرفي هي ايه اللي خلاها عملت كده، يعني حفاظا على صله الرحم. وهنرد على حضرتك يا ست ام كريم. يا ست ام محمد. الو. اهلا بيكي يا ست ام محمد. ازيك يا دكتوره نادية عامله ايه؟ الحمد لله يا ست الكل، الحمد لله. الله يخليك. اول حاجه عايزاك تدعي لنا بصلاح الحال وتوسيع الرزق. حاضر. آه اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام. انا بصي يعني الاول بصراحه ما كنتش بصلي ولا وما كنت بفطر في رمضان، ما كنتش بوفي. اه فالحمد لله يعني دلوقتي ايه حصل، يعني ان شاء الله باذن الله قربت لربنا اكتر. طب الحمد لله ربنا يتم عليك. انا او عايزه ان انا مثلا اصوم اثنين وخميس في شهر رجب وشعبان. هل ينفع اصومهم بنيه مثلا اللي ده اثنين وخميس بتاع رجب وشعبان والايام القمريه وكده، وبنيه من اللي عليا، ولا لازم اصوم اللي عليا؟ انت عايزه تجمعي ما بين القضاء اللي عليكي في الايام المباركه دي. اه طيب حاضر. والصلاه، الصلاه اللي هو اللهم صل، بعد العصر بصلي ركعتين بقول دول من اللي عليا. طب ما تصلي من اللي عليك عادي، يعني اصليهم بعد العصر عادي. يعني انت لا انا عموما بتكلم هوضح لك تصلي ازاي، بس انا اقضي اللي عليا. يعني لو عليا اللي عليكي ده انت حاسباه مثلا؟ عارفه لا طبعا مش حاسباه، لان من طب انا هقول مثلا تحسبي يعني تقريبا، هقول مثلا 10 سنين ما كنتش بصلي تقريبا، هحسب بشكل تقريبي وابتدي اقضي من اللي عليا. وهقول لك طريقه بسيطه كده تقضي بيها من اللي عليكي وبتخففي في الصلاه عشان تقدري تقضي اكبر قدر من اللي عليكي. وجمعا ما بين اقوال المذاهب كلها ان احنا بنتوب وبنستغفر وبنأدي الديون دي ديون. ماشي. في حاجه تانية؟ طيب سؤال تاني معلش. اخويا متجوز على مراته وكان عايز يطلق مراته الاولانيه، فاحنا ايه مراته الاولانيه ديت غلبانه قوي وهو مهاجرها. مهاجرها ما بيكلمهاش يعني بيكلمها عادي كده كانها ست في البيت بس بتاكل العيال وبتراعي العيال، لكن مهاجرها مهاجره تامه. هي عنده اولاد منها يعني؟ عنده اربعه. لا اله الا الله. وعايز اقول لك مراته ديت كويسه جدا جدا جدا، طوب الارض بيحبها، بس هو مش شايفها كويسه ولا شايفها طيبه ولا اي حاجه. يعني هو مش شايفها بعد الاربع عيال انها كويسه وانها طيبه؟ لا فهو بقى بيزعل مننا احنا لما احنا نقول له لا ما تطلقهاش، دي كويسه، دي غلبانه، دي فيها كل الصفات. ومش عشانها هي كمان بس، ولو انه هو اساء الى حقها وحق اولاده. ذنب عليه. طيب ما هو ده شيء معروف ان الذنب ده مصيبه، ده ظلم. بعد اذن حضرتك دلوقتي مقاطعنا احنا ومقاطع ابوه ومقاطع احنا اربع بنات على ولد، فاحنا بصراحه ما بقيناش نكلمه. فانا عايزه انا في نيتي انا مش مخاصمه، بس انا مجتنباه زي ما هو مجتنبني، بس انا نفسي نبقى كويسين مع بعض. لا انا هجاوبك، بس احنا ما ينفعش كلنا نبقى مقاطعين كده، لان هو واضح انه ماشي مع نفسه كده بدماغه، وده عايز نصيحه تهدى اليه من وقت للتاني. رحم الله امرأ اهدى الي عيوبي، فلازم يبقى في نصيحه عشان نحاول نرجعه. بس احنا هناخد سؤالك. طيب هنطلع الفاصل، وبعد الفاصل ان شاء الله ربنا نساله انه يبارك في الوقت نقدر نجاوب على كل الاسئله باذن الله تعالى. اللهم يسر ولا تعسر. اهلا وسهلا بحضراتكم. الاستاذه نغم كانت بتسال في سورة المنافقون، إنه جاء في لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق، فبتقولي اشمعنى هنا السياق الآية أتى بذكر الصدقة دون باقي التكاليف الشرعية؟ لأنه لو نظرنا إلى الآية كلها من أولها الأخيرة اللي حضرتك قمتي بتلوتها، إنه بداية الآية كان جاءت فيها الأمر بالإنفاق، فمن الجهة التناسب الموضوعي ناسب ذلك إن يكون
شامل لكل انه يبقى موضوع الايه عن مساله الانفاق، وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول ربي لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين. فناسب انه مع بدايه الايه يكون الختام برضو في هذا المعنى. وبالنسبة لي في التشهد حضرتك بتقولي احنا ليه بنبقى في صلاة وسلام على سيدنا إبراهيم؟ لأنه سيدنا إبراهيم عليه السلام دعا ربه زي ما هو معروف واجعل لي لسان صدق في الآخرين، فظل ذكره دائم. وكذلك أنه لما قابل سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام في رحلة المعراج في السماوات، وسيدنا إبراهيم أقرأ أمة النبي كلها السلام، فإحنا كمان لما قابله النبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم بأن الجنة طيبة التربة وأنها قيعان غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله، فيعني نبه وأقرأنا جميعا السلام، فردت عليه كمان الأمة السلام إلى يوم الدين في صيغة التشهد كما نسلم عليه يا صاحبة السؤال. الأستاذة أسماء راحت العمرة أول مرة في حياتها تروح العمرة، وبعدين بتقول إنه هي أول ما شافت الكعبة بكت، لكن لما دخلت الروضة الشريفة لم تبكي، وشافت إن الناس كتير كانت بتبكي. هو أهم ما يشغل الإنسان في رحلة العمرة والحج هي إنه دايما يسأل الله اللهم يسرها لي وتقبلها مني، إن الإنسان يرزق التوفيق بالتيسير وقبول العمل اللي بيتوجه به إلى الله. ما عدا ذلك عبارة عن مشاعر مختلطة للإنسان بتحصل له لا تدل على شيء، ولكن الإنسان دايما يستبشر ويقول دي بشرة للإنسان. كل شيء بيحصل له بكيت أو لم أبكي، يمكن الزحمة الشديدة اللي بقت دلوقتي موجودة والدخول ما بقاش سهل للروضة، فبالتالي الزحمة وربما بعض التدافع يخلي الإنسان يخرج شوية عن حال أنه يبكي أو ما شابه ذلك. وربما زي ما تفضلتي وقلتي تذكري بأنني بجانبي حضرة النبي عليه الصلاة والسلام ومهابة الوضع والحال ده اللي خلاكي يعني في هذا الوضع لا تبكين ربما، ويكون ذلك أشد يعني إجلالا وتوقيرا للجناب النبوي الشريف. فمش البكاء بس، ده ساعات العين بتجمد من البكاء لما يكون الأمر جلل. مش البكاء فقط تعبير عن خشوع القلب، يعني وإن كنا إحنا بنسأل الله إنه إحنا نرزق عين تدمع، لكن ليس في ذلك إشارة على أمر يعود بالسوء عليك، ولكن سل الله القبول والتوفيق الدائم والتيسير الدائم لك. بالنسبة للست أم كريم بتقول إن أختها كانت بتكلمها في التليفون وفجأة حلفت قالت لا أنا مش هكلمك مرة تانية. لا كانت بتسأل برضو أسماء سؤال قبل الست أم كريم عن إنها طلعت من غير يعني محرم. إحنا قلنا قبل كده ودل عليه الفتوى برضو إن الرفقة الآمنة تقوم مقامها مقام المحرم. العبرة مش إن حد معايا كأني أنا قاصر، لا هي العبرة إني أكون في أمان. فإذا تحققت الرفقة الآمنة، وهي الآن متحققة من وسائل المواصلات الآمنة في كل الأماكن، وإنك بتطلعي ضمن فوج ومجموعة رايحة معاهم وراجع معاهم، العبرة بالأمن، العبرة بالأمن، وهذا ما عليه الفتوى كذلك، ولنا أدلة في ذلك ناقشناها بدقة وبتفصيل في الحلقات المسجلة في الحديث اللي النبي عليه الصلاة والسلام كان بينوه إلى أنه سيأتي زمان خلاص بقى تسافر الضعينة حتى ترتحل من الحيرة لتطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله تعالى، يعني هيسود الأمن بدرجة أنها تسافر من هذه البلاد البعيدة إلى مكة وحدها لا تخاف أحدا. يبقى العبرة بإيه؟ يبقى أجمع بين الأحاديث اللي جت تنهى المرأة عن السفر وحدها دون محرم مع هذا الحديث الصحيح يتحطوا جنب بعض، فافهم إيه العلة؟ علة المحرم إنه حد يبقى معاها، ولا علة المحرم موجود إن يبقى فيه أمن عليها وحفاظ عليها؟ العلة الحفاظ عليها. إذا ده موجود خلاص، فالرفقة الآمنة تقوم مقام المحرم. دلوقتي الست أم كريم بتقول أختها كانت بتكلمها عادي وبعدين معرفش إيه اللي حصل يعني فأقسمت إنها مش هتكلم،
وبقى لهم 6 شهور ما بيكلموش بعض، وهي تعبت وكده، واختها بدات تسال عليها، اللي هي اقسمت الا تكلم اختها، فكانت بتسال عليها من بعيد يعني تطمن عليها لما تعب. انا بقول لحضرتك لازم تتكلم، وانك ما تنويش القطيعه، حتى لو هي نوت القطيعه انا لا انوي القطيعه، وتصلي على قدر الطاقه وباي نوع من الوسيله. ابعت الاول رساله مثلا، نتصل بالتليفون، انا عايزه اعرف ايه اللي حصل ما بيننا، ولازم الناس تتكلم. اساءت اليكي انت وصليها من وقت للتاني برساله، عيدي عليها، ابعتي لها حاجه حلوه، خيركم الذي يبدا بالسلام، وليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من اذا قطعت رحمه وصله. اللي اتقطع اللي هو اقسمت انها مش هتكلمك لكن انت بتكلميها، اقسمت انها مش هتسلم عليك بتسلمي عليها، اقسمت انها مش بتودك وانت بتوديها، ده شيء ضروري ومهم، ولا تنوي القطيعة أبدا صاحبة السؤال. ست أم محمد عايزة ندعو لها بصلاح الحال وتوسيع الأرزاق، ربنا يصلح الأحوال ويوسع الأرزاق، ومع الدعاء الذي هو أخذ بالسبب يسعى الإنسان كذلك إلى مزيد من العمل، ويسأل الله سبحانه وتعالى الذي بيده ملكوت كل شيء أنه يوسع الأرزاق ويباركها ويرزقنا حسن الشكر عليه. لمن الأسباب اللي بترفع الرزق عدم الشكر وعدم الحمد، فالإنسان زي لما بيسأل رب العالمين يوسع رزقه ويسأله يبارك فيه، وإنه يكون فيه من الشاكرين، يدعو الله بذلك. فأسأل الله تعالى ذلك، نكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله، كثرة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، كثرة الاستغفار، واستقامة العبد يفتح له من خزائن السماوات والأرض بحول الله وقوته. كانت بتقول الست محمد أنها ما كانتش بتصلي ولا بتصوم، ودلوقتي هي بدأت يعني حاسة أنها تقربت إلى مولاها جل جلال الله، وبتقول أنها عايزة بقى تقضي الأيام اللي فاتتها مع الاثنين والخميس والأيام القمرية في الأشهر المباركة كالأشهر الحرم، يعني أنها تأخذ ثواب أكثر على ذلك. وبالنسبة للصلاة هنجاوبك، يجوز أن أنا أجمع إن أنا أقضي الصيام اللي فاتني أداؤه بسبب العذر، الحيض أو ما شابه ذلك، أقضيه في الأشهر المباركة أو في المسنونات من الصيام زي مثلا اثنين وخميس القمرية، وأقدم نية، في نيتي أقدم نية إيه؟ نية القضاء تكون مقدمة ويحصل لك الفضل، ولا حرج على فضل الله. بالنسبة لمسألة الصلاة، بدل ما اقعد اصلي ركعتين وما اصلي من اللي عليا، هقول انا مثلا فاتني 10 سنوات، احسب كده واعد الصلوات تقريبيا واصلي، حتى طب انا مش متذكره على وجه الدق، اقضي لغايه ما احس ان انا قمت بالقضاء، فتقضي حتى يغلب على ظنك انك قمت بقضاء الصلاه اللي فاتتك، لان ده دين في الذمه، ودين الله احق بالقضاء. هناك من المذاهب الفقهية يرى أنه إذا استغفر الإنسان وأكثر من فعل الحسنات إن الحسنات يذهبن السيئات، جميل، بس أنا أجمع ما بينه وما بين رأي جمهور الفقهاء ليرى القضاء، أجمع بين الاثنين، أتوب وأستغفر، لأن أنا فوت وقت الصلاة، والصلاة لها ميقات، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لها معاد، فاتني الوقت ده فأضعت إني ما صليتهاش في وقتها واني ما صليتهاش اصلا، فلابد من التوبه والاستغفار والاكثار من الحسنات، ويقضي الانسان الدين اللي عليه ويسال الله القبول والمغفره. ده شيء مهم صاحبه السؤال. انا بعد صلاه العصر وعلي الدين ده وعايزه وكانتني فرصه ان انا اقضي، ده انت عندك سبب لهذه الصلاه، وهي قضاء ما فاتك اداؤه في وقت، فيجوز لك الصلاه قضاء مما هو عليك صاحبه السؤال. ليها سؤال آخر، ست محمد إن أخوها متجوز على أختها، على زوجته زوجة أخرى، وعنده منها 4 أولاد وهملها تماما، وبعد كده تغير من والديه ما بقاش يكلمهم، ومن إخواته البنات يبدو عشان أنتوا بتنصحوه فما بقاش يعني عايز يكلم حد، فبتقول إحنا ما حدش بيكلمه خالص. أولا أنا يعني أحب أنه يبقى في واحدة منكم بتكلمه، ولو من وقت للتاني عشان تلحقوه، أصل ده كده يعني ماشي مع نفسه بدماغه، فالإنسان بيحتاج للنصيحة، مش كل أفكاري ومشاعري بتبقى سليمة، ساعات بتبقى تهيؤات أنا عايش، فمين اللي بتردني النصيحة الطيبة؟ لما نخصمه كلنا مين هينصحه ده؟
واضح كده اللي بيخصم والديه هو في بعد كده اسم، هو في بعد كده تخبط. لو قصد أخوك ده الإضرار بزوجته يأثم، أي زوج بيقصد الإضرار بزوجته يأثم. فأنت رايح تتجوز عليها عشان تضرها أو توقع ضرر عليها، يبقى أنت تأثم وما عندكش سبب داعي إلى ذلك. ولا ينبغي كمان الطلاق أنه يطلقها من غير سبب وعنده 4 أولاد واسم القطيع عليه. عقد الزواج من أخطر العقود في الشريعة الإسلامية، أخطر عقد، أخطر عقد كتبت ومضيت وفعش تستهتر بيه، وبقى جت على هواك واحدة رحت تتجوزها فترمي التانية، أم العيال بقى مع نفسها وانت بقى عايش حياتك. حتى لو بتعمل إيه يعني، الإنسان لابد أن يتذكر ما له وما عليه، ولا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. ونفس الكلام بنقوله للنساء، ما أنت كرهتها في بعض التصرفات بس أكيد ربنا كرمك وأعطاك وجعلها برضو سبب معاك إنه يبقى فيه الأولاد. إن كره منها خلقا رضي منها آخر، ما نضيعش حقوق بعض. يبعث هذا يوم القيامة وشقه مائل، مفضوح بقى على رؤوس الخلائق إن ده لم يعدل بين الزوجتين. أنا النهاردة أخويا ده ممكن يأذيني، بنتجنب الأذية ونسيب الباب متوارب كده من دون نية القطيعة أبدا أبدا أبدا. ولازم يبقى فيه اتصال معاه، لعل نصيحة منكم تنور طريقه، وادعوا له بالهداية وصلاح الحال، وإن ربنا سبحانه وتعالى ينور بصره وينور بصيرته. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام، اللهم إنا نسألك بمحمد نبيك وإبراهيم خليلك وموسى كليمك وعيسى نجيك وروحك وبتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد صلى الله عليه وسلم وبكل وحي أوحيته نسألك، نسألك نصرا عزيزا، نسألك فتحا مبينا، نسألك عزا عظيما، يا من بيده ملكوت كل شيء، إنك على كل شيء قدير. نسألك، نسألك يا الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، واقضي لنا يا مولانا في الدنيا والآخرة جميع الحاجات. ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا، بحول الله لا يقدر علينا، بحول الله لا يقدر علينا، بحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. يا الله يا من كنت قبل كل شيء والمكون لكل شيء والكائن بعد كل شيء، اللهم اجعل لغزة وفلسطين والسودان وسائر بلادنا فرجا ومخرجا. اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا، اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا بحق، ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها من دون الله كاشفة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم آمين. نستودعكم عناية الرحمن الرحيم.